بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عذرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدي، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثيرا من جرمي، عندما كان من خطايا وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عذبت بجهلي علي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي،
أظهر مولا كريما أصبر على عبد الله من منك علي يا إنك تدعوني فأولي عام وتتحبط إلي فأتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول علي ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان الذي بعد فلا يرى وقرب فجهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجتي مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ومعتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكنها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله
ويطعم ولا يطعى، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وتراحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظى، واحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك القائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له في دينه، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وملة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم ألمم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتحنا، واكثر به قلتنا، وأعز به ذلنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤالنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة أملنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا بما واهدنا به بما أخلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا. اللهم الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجهلنها، وعافية منك تلبسنها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفي الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجه، المشكور سعيه، المغفور ذنوبه، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع رزقي، وأن تجعلني ممن تنصر به لدك، وأن تجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل به غيري، آمين. وصلى الله على محمد وآله
إلهي وقف السائلون ببابه ولاذ الفقراء بجانبه ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحرك وجودك وكرمه يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن لحوم الطير وثمار الجنة فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فاكسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلى في سبيلك مع وليك وفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالقنا اسمع واستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار وأمانا من العذاب فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل القرطان فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا آمين يا رب العالمين وصل على